السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. عمر السومة في لفتة طيبة تجاه زميله بالأهلي السعودي دي جانيني تافاريس. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. دعم السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم دي جانيني تافاريس زميله في الفريق، إذ بث صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تجمعهما مرفقا مع إيموجي القوة، وشهدت الصورة انتشارا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي. كما تداولت جماهير النادي الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو للاعبي الفريق وهم يحاولون إقناع زميلهم دي جانيني تافاريس بالبقاء مع الفريق مدى الحياة. المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سالم الأحمدي عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو فكاهي للاعبي الفريق وهم يفاوضون دي جانيني لتجديد عقده مع الراقي مدى الحياة، وظهر لاعبي النادي الأهلي وهم يحاولون إقناع اللاعب دي جانيني تافاريس بالاستمرار مع الفريق. يذكر أن دي جانيني تافاريس يقدم أداء مميزا في الجانب الهجومي للفريق، حيث يمثل ثنائي مرعب للمنافسين بجانب اللاعب السوري العكيد عمر السومة. يذكر أن تافاريس يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف نجم الهلال الفرنسي بافيتنبي جوميز صاحب الـ14 هدفا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.